كل مغنام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على صلي على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي تولى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه السلام Thank you.
آلك على وعد أيام اللهم صل وسلم أشرف الصلاة زاد العذاب.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلن بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم يا جل الصلوات واجمعها وازكى التحيات واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبوديه وبرز فيها في خلعه الكمال وقام بحق الربوبيه في مواطن الخدمه لله واقبل عليه غايه الاقبال
صلاة يتسم بها روح المصلي عليه. صلاة يتسم بها روح المصلي عليه. صلاة يتسم بها روح المصلي عليه. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويهتم بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتبيأوا ظلال شرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه وتسليما على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اهلا وسهلا بالنبي. اهلا وسهلا بالنبي خير الانام العربي. اهلا وسهلا بالنبي Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنزعلقا به هذه الدرة المكنونة والجوهر المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زهور إشراك هذا السراج. والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل الدابة ضد قريش نطقت ببصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت بذلك العام إلا أتت بهملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تدل الأرض والسماوات متدبحة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والزهور صلى الله عليه. بزر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أوان واتحاد الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وديه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضر بتوفيق الله السيدة مريم السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية. بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق شبه الكمال من النور على عمود وبرد الحافد المحمود
مذعنا لله بالتعظيم والسجود. Oh,
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد يا ربي يا ربي صل وسلم صلى الله صلى الله على محمد يا ربي يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تديق عن كتابته البطون العوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتيد منها فرائد الأقوياء من البرية ومن نشرتي به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن سير الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاد إيمانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقع السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وأمه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يالله يا عظيم أنت Thank you.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين. ولما نظم من في دروب من ذراري لأوصاف محمد يعود يتوجهد إلى الله متوسل السيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل صاحبه مشكورا وفعله محمودا ويكتب عمله فعملا مقبولا وتوجهه بتوجه الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعد ظافره على باب عرسته تحط الرحال فتوشاها منه البيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع عمادك وحفيد سرك وحامي راية دعوتك شاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في الشرف الأفخر في كل موطن من مواطن قرب مظهر قاسم ذلك في عبادك مساجيك وسيرشادك لأهل ودار سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصود منك بأجد الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترافه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف من قبله العظيم أن تلحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وتقبل وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرق دبعي مسالك ولحقك وحكي من المؤدين ولحقك الله حفيد. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. آمين. وظنونا جميلة هي وسيلة إليك فلتخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعا أن تقى من المظلم منا بالغفران والمنسي بالأحسن الوسائل المسال والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا من أشراه الحبيب وأسره وظاهره وعم ببركته واجري في وجهته أولادنا والدين وإيمان قدر أوادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدب قائد قوي في جميع أمور منشورة ومع الإسلام والإيمان وبأهلها معمورة على المشهورة واغشف لهم قربة مقروب واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل من ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار واهدهم بالتأييد عنك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحبس المكين من الذنوب والخطايا وادنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائم وادعيت وادعيت المؤمنين واختم لنا من خير اجمع المشهد وسلم على هذا الحبيب المحبوب يحيي سيد الارواح والقلوب على اله وصحبه ومن لم ينسب اخر اعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هب لنا بها أموالا وأرزاقا كثيرة واسعة مباركة وعز بها ديننا وتصبح بها ذات دين وترزقنا جاها نكبر به ظلم. آمين. آمين. اللهم وأنا يا رحمة وأنا يا أرحم الراحمين. آمين. يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بحاجتنا يا الله سلامة للدين والدنيا. آمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. 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 آم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمين الله تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. السلامة والصحة والعافية آمين. المسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين برحمتك يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربكم زاد من يسيفون والسلام والسلام الحمد لله رب العالمين. تعالى الله منكم منا ومنكم وقد يا كريم.